بدأت القصة بعد 7 أكتوبر. حسابات ماكدونالدز إسرائيل على منصات إكس وإنستغرام وفيسبوك نشرت منتصف الشهر الجاري ما يفيد دعم فرع السلسلة لجنود الجيش الإسرائيلي وتقديم 4000 وجبة مجانية لهم، ونشرت صوراً لجنود إسرائيليين يحملون وجبات عليها شعار المطعم الشهير قبل أن يتم تقييد الوصول لحساب ماكدونالدز إسرائيل على إكس وإنستغرام، والسماح بالمتابعة داخل إسرائيل فقط على فيسبوك وفقاً لتقارير تلفزيونية. ولجأ وكلاء ماكدونالدز في دول عربية عدة إلى إصدار بيانات تنصل فيها من المواقف السياسية التي نفذها ماكدونالدز إسرائيل. منذ 7 أكتوبر، ومع الإعلان عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في الداخل الإسرائيلي، وتالياً إعلان حكومة الكيان الحرب على غزة واشتعال الحرب، اشتعلت معها وفي موازاتها حرب أخرى على منصات وسائل التواصل عنوانها مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم إسرائيل وجيشها. وعلى الرغم من أن المنتجات الأمريكية والغربية تكاد تغرقنا في حياتنا اليومية، من ماكينة صناعة القهوة الصباحية إلى السيارة الفارهة في المرآب إلى هاتف الآيفون الذي لا يفارقنا كظلنا إلى جهاز الكمبيوتر في مقر العمل، وعلى الرغم من ذلك تركزت حملة المقاطعة على المطاعم والكافيهات الأمريكية، ربما لأنها كانت الحلقة الأضعف، وحيث يستطيع أي منا أن يمتنع لأسبوع أو أكثر عن تناول وجبته في مطعم ما أو احتساء قهوته الصباحية في مكان ما، ليشعر بعدها بالرضا عن النفس والتضامن مع الأشقاء وخلق شعور زائف لديه بأنه حرر القدس. عبثا حاول بعض رجال الدين الدخول على خط المقاطعة بعد تضرر مصالح تجار كبار ومعروفين بولائهم وانتمائهم، كل ذنبهم إنهم وكلاء العلامات التجارية الشهيرة، فخرجوا بفتوى تقرن المقاطعة بولي الأمر وتشترط موافقته عليها. في المقابل استفاد آخرون من التجار الذين يقدمون منتجات وطنية أو حتى أصحاب الوكالات الأسيوية، فقد شهدت بضاعتهم رواجاً كبيراً وزادت مبيعاتهم بعد توجه قطاع كبير من المستهلكين عن المنتجات الأمريكية إليهم، فكانت المقاطعة بالنسبة لهم خيراً وبركة وحققت لهم مكاسباً لم يكونوا يحلمون بها، لذا وقفوا وراءها وشجعوا على المضي فيها. في الحديث عن المقاطعة طرحت تساؤلات كثيرة، من قبيل: هل نستطيع حقاً الاستغناء عن كل المنتجات الغربية والأمريكية؟ هل نستطيع التخلي عن فيسبوك وواتساب وإنستغرام التي تملكها شركة ميتا؟ وهل يمكن أن نجد وسيلة أخرى للسفر دون استخدام طائرات بوينغ أو أرباص مثلاً؟ هل نملك إدارة أعمالنا دون برمجيات ديل وجوجل وآبل وميكروسوفت وآي بي أم وغيرها؟ وهل نحن جادون في المقاطعة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون نوعاً من إرضاء الذات أمام شعور ثقيل وقاتل بالعجز عن نصرة الأشقاء وإنقاذهم من براثن آلة القتل الصهيونية؟ أما السؤال الأهم والأخير، هل نحن قادرون فعلاً على المقاطعة؟ وهل يمكن لنا أن نعيش بشكل كامل من دون أن تخترق حياتنا اليومية بضاعة أو منتج لهذه الشركة أو تلك من القائمة الطويلة التي تدعم الكيان الصهيوني صراحة وبشكل علني وبكل وقاحة؟ أم أن المسألة مجرد شعارات نرفعها ونعلقها كما نعلك الهواء على حد قول نزار قباني؟ وهل يعني ذلك إلا خيار أمامنا سوى العودة إلى حياة الصحراء والخيمة؟ وأنت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول الإجابة عن هذه الأسئلة لتعرف بنفسك: هل المقاطعة مفيدة